موضوعنا عن شخصية كلش حلوة. هذه الشخصية هو رسام بدرجة فنان. فرشاته ترصد الأشياء الحلوة وتحليها، وترصد الأشياء الفاينة تقول دير بالكم، يبدون يدورون على الحل. ضوى على هواي أمور إيجابية بالحياة وانتقد أمور سلبية. حكي عن الحب، حكي عن السلام، حكي عن العادات والتقاليد، حكي عن اللدغة. كل واحد عنده لدغة هو حلو لطيف ويخبله كيوت. نحيي الرسام المبدع والجميل ينضم لنا من تركيا مباشرة، عامر آل جازع. نورتنا يا حبيبي ويا مرحبا بيك. بالبداية عرفنا عن نفسك أكثر، الناس تعرفك من خلال الرسومات، بس أريد نتعرف عليك أكثر. مرحبا، أنا عامر آل جازع، فنان كاريكاتير. أنا مشتغل أساساً يعني بالفن من تقريباً 22 سنة أو 25 سنة طالي أشتغل. كبرت روحك يا معود. مجال الفن. زين. اتجهت للكاريكاتير 2016-2017، يعني بلشت هذا الحلم اللي كنت إنه يعني أحلم أسوي. زين. إنه أخوض بهذا المجال اللي هو الصورة الوحدة. شلون إنه أنا أقدر أتعرض المجتمع، شلون اقدر اسوي في شيء يحاكي المجتمع. حلو. تعرف ان الكاريكاتير فن صعب. صح. عرفت من فن الكاريكاتير، انا اساسا فنان تشكيلي، رسام زيت ورسام فحم ونحات، واشتغل كنت بالخزف لفتره طويله، واشتغل بالتماثيل الحجر وما حجر، فيعني بتاع كله من كل هنا يعني اشتغل جداريات وفن الجرافيك الحمد لله يعني بتاع كله. هاي بصورة عامة شنو عامر الفنان. زين. رسامي الكاريكاتير سابقا كانت لهم حظوة كبيرة بالصحف والمجلات، واليوم تعرف انه الصحافة الورقية تقريبا انتهت. السوشيال ميديا عوضتكم، انطتكم مجال انه ابداعكم يطلع بالسوشيال ميديا؟ شوف، هو كل زمن إلى رواده، يعني زين. قبل احنا كنا نقرا مجلات وجرايد، شوف حتى من دا اقول قبل كنا نقرا مجلات وجرايد، هسه القراءه تصير على السوشيال ميديا بالاغلب. صح. يعني الفن المطبوع يعني قليل الناس انه تداوله. لهذا السوشيال ميديا عوضت بشكل كبير عن موضوع المطبوع. تمام. احنا كفنانين لازم انه تواكب العصر، تواكب الفتره الزمنيه اللي انت بيها. صح. لهذا اتخذنا السوشيال ميديا سبيل حتى ننشر الفن مالتنا. حلو. انا كفنان استغليت هذا الموضوع واستثمرته بشكل انه اوصل الرسائل للمجتمع من خلال الكاريكاتير. صح. بس عندي فضول، اريد اعرف ليش اكو بزونه بكل رسوماتك؟ أول شيء هاي البزونة هي أنا عندي، يعني أنا محب للقطط. أول شيء أنا محب للحيوانات. حلو. يعني وتربيتهم بالبيت، أنا مش محب للقطط. فهاي البزونة بزونتي يعني اللي أرسمها بالكاريكاتير، هي راصد يعني حال يعبر عني أو يعبر عن الناس اللي تتابع الموضوع أو تتابع الحدث اللي هذا. فهمت، وصلت. فهي صارت مثل البطمة يعني، بحيث إذا ما نزل بالكاريكاتير يسيرون عليها؟ خلاص عليها يعني، كلها تظل تحكي وين البزونة، يعرفون الموضوع موضوع حساس، ويعني مثلا اكو شيء مهم صاير يعرفوا الموضوع، البزونة وين؟ فصايرة مشكلة يعني. زين، كتبت سلسلة اسمها حب في اسطنبول، والناس تابعتها بشغف وكانت تتفاعل وياها على السوشيال ميديا. سولف لي، هذه القصة كانت تعبر عنك؟ أنت كنت هذا الشاب الأنيق؟ هو يعني يعني والله ما أشد لك. شوف، هو الحبيب أنا. يعني كتبت القصة اللي صارت وياي. زين. أجزاء من عندها هي رسائل
يعني شلون انه انا اريد اوفر وسائل للمحبين، الناس اللي تحب، الناس اللي تخوض هذه الحاله، نعم انه انت شلون تتعامل، شلون تتعامل ويا يعني حبيبتك، شلون انه انت تقدرها وتحترمها، او شلون انه انت تتعامل ويا تصرفاتها او ظروفها. يعني هي قلت لك جزء كبير من عندها انه انا شلون اتصرف، انت والجزء الباقي يعني اكيد ما راح اذكره يعني. ماشي، راح نمشيها زين. ممكن هذا الكاريكاتير والقصص اللي تكتبه تحول الى انيميشن، الى كرتون الناس تشاهده؟ يعني كل الرسوم ممكن ان تتحول الى انيميشن، يعني اغلب الستايل اساسا اللي دا اكتبه به هو ستايل كرتون اكثر أها. مما هو كاريكاتير. تمام صح، بس انا وضبته بشكل الكاريكاتير، فهي كلش ممكن ان تتحول الى انيميشن. يعني اعتقد تصير قصه كلش حلوه، مثل قصص يعني اليابانيه، قصص الانمي صح ممكن تصير شيء مؤثر. صح صح، دائما برسوماتك تركز على مفردات بغداديه، عادات او لدغه، تختار لدغه وتركز عليها. مو انا قلت اثنين هي، شوف يعني كفنان بعض الفنانين يستخدمون بعض الاشياء اللي هي مثلا موجوده يا اما بالمجتمع يا اما عندهم، زين ويوظفها بشكل يخلي الناس تتفاعل وياها. انا مثلا كنت استحي تماما انه انا احكي، يعني انا هسه مثلا دا اسوي لقاء وياك ويا حضرتك، دا اسوي لقاء ويا قنوات اخرى، زين انا هذا الشيء كنت استحي من عنده بشكل. اي واحد يقول لي مقابله يعني انا اخاف، يعني ليش؟ وهذا موضوع الرتله او اللذه باللسان احسه انه ياثر علي. زين. بعدين صار عندي الشجاعه انه مثلا اقدم هذا الموضوع، انه انا احكي اسولف قدام جمع من الناس، اسولف ويا استاذي، اسولف، هذني كلهم كنت استحي من عندهم. انا حتى كنت الصامت بالمجموعه، يعني اصدقائي يسولفون كلهم انا شاكك لانه استحي اقول. فخلص يعني انا صار انه انا لازم اعبر عن هذا الموضوع. هو اكفت شغله يعني كنت اعاني من عندها، هي لسان حالي هواي ناس تعاني من عندها، بالنتيجه ما رسمتها بشكل كاريكاتير وركزت عليها، شجعت بيها، شجعت استخدمتها بالمفردات ذاك الوقت، انه صار صح الموضوع صح صح هو اقرب للكوميدي صح، بس هو يكون مؤثر لا هو وحلو حلو والناس تستصيغه اكثر، حتى انه حتى تقرا الناس اللي تتفاعل من الموضوع يحبون هذا الموضوع عكس ما احنا نتصور يعني. صح زين، الرساله اللي حاب توصلها من خلال الفن اللي تقدمه شنو؟ شوف هو انا يعني قصتي ويا الفن يعني كانت صعبه كلش، يعني انا يعني اهلي كانوا مانعيني انه انا يعني اخوض بهذا المجال مال الفن. اها ما قدرت افوت يعني لا معهد فنون، حتى من انه انا وصلت لمرحله السادس هم كتبوا لي الانسياب، بس انا قررت انه افوت فنون جميله. انا خريج فنون جميله، رحت اختبرت بدون يعني موافقتهم، واصريت انه ادخل فنون جميله، تركت الهندسه حتى افوت فنون جميله، حتى اصير فنان، حتى احقق ذاتي. بالنتيجه انا اللي راح اعيش حياتي، انا راح اعيش الاهلي ذاك الوقت، من انه انا انجح في هذا المجال اهلي حيفتخرون فيي. صح فاني يعني هذه هي شلون اقول لك، هي رساله لكل واحد عنده طموح انه يتمسك بالشيء اللي عنده، يتمسك نعم. بموهبته، يتمسك بمهاراته اللي ممكن انه يصنع من عندها اسمه، ويصنع من عندها فشيء يفيده ويفيد اهله ويفيد المجتمع. حلو 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 حلو، حلوه فكرتك، حلوه نظرتك للحياه، وبعد احلى اللدغه اللي عندك ورسوماتك. شكرا جزيلا للرائع والجميل الرسام المبدع عامر الجازع، اخذنا من وقتك حبيبي ونورتنا. شكرا. شكرا، مع السلامه. شكرا لكم وشكرا لهذا اللقاء الحلو. مع السلامة. مع السلامة يا حبيبي. شكرا شكرا شكرا، نورتنا يا عامر. مشاهدينا شباب، سهمكم العافية، نطلع فاصل.